السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير، طمنوني عنكم. سبحان الله، الكورونا خلت معنا وقت زايد، كلياتنا قاعدين بالبيوت، يعني إذا كان واحد عنده شغل فخلص عم ينضب بالشغل وخلص، يعني ما بده يطلع لبر أبدا. فمثل ما وعدتكم قبل يومين، سألكم إنه مهتم بالمقامات ولا لا. يعني اجتني منيح أسئلة عن قصة المقامات، إنه كيف واحد بيتعلمها وكيف واحد ممكن يقدر يميز المقامات. هلا أنا بالنسبة إلي، كيف تعلمت المقامات الأساسية؟ أنا ما المشتقات ضعيف جدا جدا فيها، يعني كتير بدي لسه شغل، ولكن المقامات الأساسية تعلمتها صراحة عن طريق السماع، فقط السماع. السماع والممارسة بالنسبة إلي أنا كبشير ولدوا عندي أنه أقدر أميز بين المقامات، الحمد لله. هلأ كيف يعني السماع؟ أنه أنا بداية مثلا بال 2006 2007 بهالحدود، كنت مثلا أحفظ أنه هاي الأغنية هاي أو هاي الأنشودة يعني من مقام كذا، وحاول خلاص مثلا هي الانشوده من مقام كذا، حي الله انشوده ثانيه شوفها قريبه منها بتلبق انه بتجي بعدها ولا لا، كنت اقدر نوعا ما يعني يركب هذا الشيء. احيانا خربت احيانا طبيعي، ولكن كان في عندي كمان مرجع شخص اساله صح ولا لا فكان يجاوبني. فكلها هي القصه بتعطي عنا مرجعيه حلوه يعني، واذنه نظيفه يعني. ما تعلمت نوتات انا ولا اي شيء، وانا انا كموزع موسيقي ما خطأ طبعا، ما بقول هذا الشيء صح، ولكن انا لحد الان ما بعتمد مبدأ النوتات، بعتمد مبدأ الاذن النظيفه يعني نوعا ما. مثلا هلا اليوم رح نبلش باذن الله بمقام الكورد، مو لشيء يعني، بس هيك المود تبعي اليوم. المقامات بشكل عام الاساسيه هي مجموعه بكلمتين كلاتكم تعرفوها أو يمكن ما بتعرفوها. صنع بسحرك، صنع بسحرك. صاد هو مقام الصبا، نون نهاوند، العين عجم، باء بيات، سين سيجا، حاء حجاز، راست كورد. فلح نبلش من آخر حرف اللي هو مقام الكورد. مقام الكورد من المقامات اللي فيها أحساس كتير، فيها مشاعر كتير مؤثرة ومستخدمة لدرجة كتير كتير كبيرة، يعني بالأناشيد أو الأغاني يعني مستخدمة بشكل كتير كبير. فنحن شو بنساوي حاليا يعني مشان نقدر نتدرب؟ ناخد، رح أعطي أنا أربع أمثلة إن شاء الله، هي مرجع على مقام الكورد. فنحن بنصير بنركب إنه هي بيمشي معها تجي بعدها هي الغنية ولا لا، هذا بشكل مبدئي يعني، ما معمول هذا شيء احترافي 100%، ولكن صراحة أنا شفت كذا مدرب يعني بيعتمدوا هي الطريقة، إنه هي الطريقة كثير قريبة للعالم وسهلة نوعا ما، يعني فقط بدها موهبة، إذن نظيفة يعني. بسم الله لنبلش ب موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك. هي من مقام الكورد موطني. في عنا كمان خلينا ناخذ الاخرى. رباه غلقت الابواب وانهار كل سكن وتقطعت سبل النجاة فلا خروج. أنت ألا ملجأ منك إلا إليك فمن. هي كمان مقام الكرد، طبعا كثير طبق واطي هي. في كمان من أنشودة لصديقي مولانا كورتش، ميفلان كورتش،
في طبعا هي فيها قسم ألباني يمكن كانت، ما لي متذكر صراحة شو اللغة بالضبط كانت، ولكن أنا اللي هغني العربي. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. هي كمان من مقام الكرد. بتجي آخر مثال هو لصديقنا عبد السلام حواء، الكل بيعرفها. حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علا، ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله. هاي الأربع أمثلة إن شاء الله تكون كافية. هلا كيف ممكن الواحد يساويها؟ مثلا حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علا، ومن حبي لو أخشعتي كلها لله. رباه غلقت الأبواب وانهار كل سكن، موطني موطني. اللهم أنت السلام ومنك السلام. لاحظتوا كيف بتحسوهن يعني قطعة واحدة من مقام واحد من نفس الروح؟ فنحن بنساوي مرجع هذا الشيء، انه نحن سمعنا مثلا دندنة مثلا، كمان هو سمع لا شلون بدي لكم، تقسيم كورد بيعطي الاذن مساحة، بيعطي العقل مخزون موسيقي كثير كثير قوي، بيخلينا نقدر ننتقل نعرف انه هاي النقلة لوين راحت، هاي الانشودة شو بيبقى لها، يعني شو لازم يجي بعدها. فأمشي تركزوا على قصة السماع والتدريب، يعني تجربوا من موطني ورباه غلقت الأبواب. هي موجودة كمان، رباه غلقت الأبواب اللي ما بيعرفها هي انشودة إلي على فرحم إلهي، اسمع اليوتيوب على قناة استوديونا. بعدين أنت السلام كمان لميفلان كورتشي موجودة على قناته، فقط اكتبوا ميفلان كورتشي. وحياتي كلها اللي بتعرفوها كلياتكم كمان لعبد السلام حوا. هدول المرجع للكورد إن شاء الله أنتوا هلأ أهم شي تتدربوا وتجربوا، تسمعوا منيح عن مقام الكورد، تدوروا وتعملوا سيرشنج على اليوتيوب تقاسيم كورد بحي الله آلة كانت، أو شخص عم يقرأ قرآن مثلا بمقام الكورد، أو أناشيد بمقام الكورد اللي قلت لكم ياهم إن شاء الله بيساعدوكم لتقدروا لقدام تميزوا هاي الأنشودة من أنه مقام، أو تقدروا إذا بدكم مثلا في أشخاص مثلا قراء بمسجد أو شيء. هي كمان ضرورية والله نسيت أقولها، يعني قصة مثلا بده ياخذ هو على مقام الكورد، بده يقرأ بمقام الكورد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ف
فكمان بيقدر يساوي هذا الشيء اذا واحد امام في مسجد او اي شيء بده يقرا قران بمقام الكرد بيقدر يستخدم هذه الطريقه كمان. الله يعطيكم العافيه وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وعلقوا لي اذا بدكم تسالوني او تنصحوني لطور القصه. انا كثير مبسوط بتعليقاتكم واقتراحاتكم. السلام عليكم.